وفي إطار متابعتنا لمهرجان العلمين الجديدة، خلينا نروح مدينة العلمين ونتابع أبرز الفعاليات الموجودة النهاردة في المهرجان مع زميلنا محمود جميل اللي موجود. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا شاذلي وعلى ضيفكم وعلى ضيفك الكريم، وبصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. بنصبح عليكم من الاجواء الساحره الجميله في مدينه العلمين الجديده، ولازلنا بنتابع معاكم كل الفعاليات الخاصه بمهرجان العلمين الجديده. والحقيقه يعني احنا خلاص بدانا في الاسبوع الرابع للمهرجان، والحقيقه الفعاليات ما بتنتهيش، وزي ما بيطلق على مدينه العلمين الجديده هي المدينه التي لا تنام. فعاليات الصبح وفعاليات طبعا في بالليل وفعاليات على مدار اليوم متنوعة ومختلفة. ويمكن كنا بنتابع معاكم بالأمس طبعا من خلال رسائلنا السباق الهجن اللي كان موجود، والحقيقة كانت فعالية مهمة جدا، وهي بتتعمل لأول مرة في مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية. كان في مشاركة كبيرة من حوالي يعني 17 محافظة و100 من أعضاء الاتحاد المصري للهجن، وبمشاركة 50 من الجمال. والحقيقة شفنا امبارح كرنفال حلو جدا في طبعا المرور بالمناطق السياحية المختلفة في مدينة العلمين الجديدة، ولسه طبعا الفعاليات هتكمل معانا، وعندنا فعاليات مهمة الأسبوع ده، وعندنا كمان مفاجآت حلوة جدا. بس يعني خلي ضيفنا الكريم هو اللي يطلعنا عليها، واحنا بنرحب بيه معانا طبعا كابتن إبراهيم عبد الجواد المتحدث باسم مهرجان العلمين. يا كابتن برحب بيك طبعا وصباح الخير عليك، ويعني بنبارك لك طبعا بالمهمة الجديدة، واحنا عارفين ان هي طبعا يعني تكليف مهم جدا، بس ان شاء الله انت قدها. صباح الخير الأول. صباح الورد محمود، صباح الفل عليك، وصباح الفل على كل زمايلنا اللي في الاستوديو، على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. البرنامج ده تحديدا ليه معزه كبيره جدا 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 عندي، لان ده اللي انا ابتديت فيه في التلفزيون المصري في 2008. فصباح الورد والرضا والجمال على كل المصريين. ليلة الشرف طبعا يا كابتن، وتعليقك بعد اختيارك طبعا كمتحدث رسمي باسم مهرجان العلمين الجديد. بص، حاجة طبعا تشرفني وحاجة أكون فخور بيها، والكلام ده مش كلام يعني كليشيهات، لأن أنا لما جيت هنا وشفت حجم المجهود اللي مبذول ده، أنت تتمنى أن أنت تبقى ولو ترس إيه، تبقى بس مسمار في المكنة اللي أنا شايفها هنا. يعني اللي حصل هنا على الأرض، الناس برضو مهما الواحد وصف ومهما الواحد اتكلم، فعلا اللي شاف غير اللي سمع. فالواحد انه يبقى جزء ولو بسيط من حاجه زي دي حاجه تخلي الواحد متشرف وفخور ومبسوط. يعني طبعا في البدايه احنا النسخه الثانيه على التوالي، والحقيقه مهرجان العلمين الجديده بدا بدايه قويه في النسخه الاولى. حابين نوضح كمان للساده المشاهدين رساله مهرجان العلمين الجديده للمصريين وللعالم، بما اننا طبعا بنرفع شعار العالم عالمين. بص، لما تيجي هنا محمود وانت موجود معانا وشايف، واي حد لما يجي هنا هيعرف ان انت عملت حياة جديدة. يعني انت مش مجرد ان انت عملت ابراج او عملت مباني او عملت طرق، لا، انت عملت مدينة متكاملة تقدر تشوف فيها وانت ماشي في الشارع وفي المول وفي الكافيهات وفي السينما وفي السوبر ماركت، العيلة المصرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هتلاقي اب وام وعيالهم بمختلف بقى المستويات والمراحل العمريه، الناس كلها كل واحد لاقي اللي هو عايزه هنا. يعني دي احلى حاجه انا عجباني جدا هنا في مدينه العلمين، هي مدينه، يعني هي مش منتجع ولا شاطئ زي ما كتير من الناس بتخيله، هي مدينه متكامله فيها كل حاجه، فيها حياه متكامله. اي عيله مصريه مهما كانت خلفيتها الثقافيه او الماديه او التعليميه او الحاجات او شكل المتع والانترتينمنت ستايل اللي هم بيحبوه هيلاقوه موجود هنا. وكمان ودي نقطه مهمه جدا، وفقا لامكانياتهم الماديه، ودي نقطه انا يعني بشكر وبحيي قائمين على مدينه العلمين الجديده ان هم حطوها نصب اعينهم. دايما وابدا كان بيبقى في شكل من اشكال يعني البوزيشننج كده والترميز للساحل بشكل عام انه بتاع فئه معينه من الناس، مش اي حد يقدر يجي الساحل بشكل عام. والعالمين الجديده كانت الناس متخيله بقى ان انت، لا ده انت عشان تروح يا عم العالمين ده انت لازم تبقى محوش. انا شفت هنا كم اماكن عاديه جدا بسيطه جدا. ابسط حاجه اقولها لك ان السوبر ماركت اللي هنا الحاجه اللي هتشتريها منه هي نفس سعرها في القاهره، وده عمره ما كان بيبقى موجود في الساحل عامه، يعني في اي مكان تاني. فاللي اقدر اقوله للناس ان لما يجوا هنا هيشوفوا مدينه بتنضب
وبتضج كده بالحياه. يا كابتن احنا كنا متابعين ده من اول لحظه كنا في تغطيه المهرجان وشفنا قد ايه الاسر والاطفال والنقطه تحديدا اللي انت بتتكلم عليها، ويمكن ده اللي كنت هسالك عليه، ان ميزه مهرجان العالمين والتركيز دايما انه لكل الفئات وكل الاعمار. ايه اللي اتعمل في السياق ده تحديدا علشان يتيح لكل الفئات؟ يعني احنا كنا شايفين في شواطئ مجانيه خصصتها الشركه المتحده، في اتوبيسات نقل ذكيه وطاقه نظيفه، يعني ايه اللي اتعمل في هذا السياق عشان يتم إتاحة الفرصة لكل فئات المجتمع إن هي تكون موجودة في مهرجان العالمين الجديد؟ هقول لك، يعني هنمسك كذا حاجة. هتيجي مثلا تلاقي الشواطئ مفيش على بعد ممكن يكون 2 كيلو، أقل من 2 كيلو هنا، هتلاقي أكتر من شاطئ جنب بعض. الأكتر من شاطئ دول هتلاقي شاطئ عام وشاطئ خاص، الاثنين مفيش حائل ولا فاصل ما بينهم، الاثنين سور في سور، الاثنين يعني إن شاء الله تبقى فيه فرصة ونصور هناك، هتلاقي الاثنين بنفس المواصفات، بنفس الجوده، بنفس الكواليتي، بنفس كل مستوى الخدمه اللي ممكن يكون اي حد متخيله. انت عايز تخش شاطئ خاص وتدفع رقم معين موجود، عايز تخش شاطئ عام وتاخد نفس الاهتمام بنفس الكواليتي بنفس كل حاجه موجود. عشان انا كرب اسره لو ميزانيتي مش هتسمح لي غير ان انا ادخل ده، هعرف اعمل كده، هعرف اعمل كده، عايز ادخل ده هعرف اعمل كده. دي حاجه. الحاجة التانية، حد عايز هو التوجه بتاعه رياضي، فعنده ملاعب وعنده إيفنتس رياضية يقدر يشارك فيها ويلعب فيها هو أو عياله. حد عايز يخش سينما، موجود سينما وموجود إيفنتس ترفيهية وحفلات اللي انتوا أكيد كل مصر شايفاها بكل المغنين بتوع مصر والوطن العربي كلهم موجودين، وكل التفاصيل دي موجودة في نطاق مدينة انت ما تخرجش براها. يعني مدينة كبيرة ما تخرجش براها انت وولادك وعيلتك وقرايبك واي حد جاي معاك واصحابك. زيد بقى على ده كله النظافه اللي موجوده في الشوارع، الامن اللي موجود في كل حته، الاسعاف اللي موجوده في كل حته. يعني المدينه متوفر ليها كل الاساسيات اللي تخلي اي حد موجود هنا هو فعلا بيستمتع باجازه حلوه وجميله، يرجع منها يحس ان هو لا ده انا قضيت اسبوع ولا كام يوم انا ارجع بيه ومكسر الدنيا. ومنظر البحر الجميل ده يعني خير دليل على الحاله الحلوه اللي موجوده. والله فعلا احنا البحر عندنا في يعني الشواطئ بتاعتنا مش موجوده في اي حته في الدنيا. يعني احنا عندنا شواطئ فعلا فعلا بالاهتمام اللي موجود دلوقتي بالشغل عليها. بكمان نقطه مهمه انت فكرتني بيها، كان دايما الناس بتشتكي من حته الساحل في انه الشاطئ كله متاخد للمنتجعات والكومباوندز اللي موجوده بطول الساحل، فاي حد عايز يخش البحر لازم يكون عنده وحده جوه او يونت جوه، فيقول لك يا عم الوحدات دي غاليه جدا انا هشتريها ازاي، طب انا عايز اشوف البحر، انا عايز انزل البحر زي ما كنا بننزل في اسكندريه. هو هنا ده موجود، انت شايف بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، يعني احنا عندنا شط بطول مد البصر، منظر جميل وحاله الطقس. اي حد عايز ينزل هياخد بعضه بشمسيته والشنطه بتاعته اهو بيفرش ينزل لاقي نفسه في البحر، ولا بقى محتاج يشتري ولا يعمل، هو مجرد انه هيبقى موجود هنا في اي حته في العالمين هيقدر ياخد عربيته ولا حتى الحاجه اللي هو جاي بيها يخش ينزل يلاقي شاطئ ويلاقي بحر ينزل يستمتع بيه. الحقيقه احنا لمسنا ده، ولما كنا بنصور كمان في الشاطئ العام اللي خصصته الشركه المتحده قد ايه الناس كانت مبسوطه، الموضوع ما كلفهاش اي حاجه غير بس مسافه الطريق ان هي تيجي وتستمتع. امبارح كان معانا فعاليه مهمه جدا وهي سباق الهجن، والحقيقه كل الناس كانت مبسوطه، يعني اللي مشاركين كمان في السباق واحنا كمتابعين طبعا للحدث كنا مبسوطين بوجود فكره زي كده، وهي لاول مره تتعمل في النسخه التاليه لمهرجان العالمين. ليه اداره المهرجان كانت حريصه على وجود فعاليه السباق وسباق الهجن في مهرجان العالمين؟ هقول لك، انت بتعمل فعاليات رياضيه بمختلف انواعها. واحد من النقط المهمه اللي بتميز اي بلد بتعمل لها هويه او ايدنتيتي في اي حته احنا حتى بنسافرها، ان انت بتلاقي عندهم موروثات معينه انت لما بتتفرج عليها بره بتقف ايه ده وتشوف الله ايه ده الجمال ده الحلاوه دي وتقعد تصورها. ده انا شفته بالظبط بالحرف امبارح مع الجنسيات الغربيه، يعني كل الاجانب اللي كانوا موجودين امبارح هم بالنسبه لهم شكل الجمال هم احنا ممكن نكون معتادين عليه لان ده موروث عندنا بنشوفه عادي، انت بتبقى ماشي في الشارع وبقى عادي الجمال ده حواليك، لكن هم بالنسبه لهم هم ما بيشوفوش ده، هو ده بالنسبه لهم حاجه من الحاجات الكالتشر او حاجات الثقافيه اللي بالنسبه لهم هي هويه المكان اللي هم موجودين فيه، فبقوا واقفين يصوروا فرحانين ومبسوطين جدا. لما تدعبس بقى وتسيرش شويه حوالين سباق الهجن هتلاقي، يعني انا لقيت صوره مرسومه لسباق هجن مصري
بتاريخ 1878 تدور وتدعبش شويه هتلاقي ان اول سباق للهجن اتعمل في شمال سيناء 1988 كان تحت اشراف مسؤولي مركز شباب بئر العبد في منطقه اسمها الرواق. وبعد كده بقى في قبائل كتيره في سيناء زي الترابين والحويطات والعزازمه واكتر من يعني قبيله من قبائل سيناء بقوا مشهورين بقى ومتخصصين في موضوع الهجن. فهو ربط ما بين الموروثات الثقافية الجميلة الحلوة اللي موجودة عندك اللي انت بتبين بيها هوية المنطقة العربية مش بس هوية مصر وبتربطها. يعني انا اكتر مشهد امبارح لفت نظري وبقيت مستمتع بيه جدا ان انا شايف السباق بتاع الهجن جمال وفي ظهرهم الابراج اللي انت شايفها دي. فانت طول الوقت احنا كنا بنقعد نتغنى احنا اصحاب حضارة 7000 سنة احنا وده طبعا اكيد وموجود. طب الجديد عملنا ايه؟ فانت انت في كادر واحد شايف القديم الجمال اللي هي بترمز عن الهوية الثقافية بتاعتك كوطن عربي وكمصر وفي وراها الحداثة وراها اللي انت عامله دلوقتي عامل ازاي اللي انت بتواكب بيه احدث المستويات العالمية بجد مش مجرد كلام من خدمة كواليتي لجو لكل حاجه. كانت صوره حلوه الحقيقه امبارح وهم بيتصوروا خلف الابراج وهم نفسهم الحقيقه كانوا مبسوطين. اخيرا بقى ايه اللي مستنينا في الفعاليات اللي جايه من مهرجان العالمين؟ بص احنا من هنا لغايه ان شاء الله اذا ربنا احيانا وكلينا عمر يوم 30/8 اللي هو نهايه فعاليات مهرجان العالمين الجديده. وعلى فكره دي نهايه فعاليات المهرجان لكن العالمين باللي انت شايفه ده دي مدينه تصلح ان احنا نبقى عايشين فيها وموجودين فيها وفي جامعات وفي اماكن بعد كده كمان هتبقى. يعني انت شايف كم يعني نفسي والله كاميرا اجيب شايف كم الكافيهات والاماكن والبيوت اللي اهو الاماكن دي والمحلات دي بيوت مفتوحه وناس بتشتغل وشباب بيشتغل وناس بتلاقي فرصه عمل ما كانتش موجوده الشباب ده وهو موجود هنا. فهو ممكن كمان سنتين بالمدينه اللي هو شايفها دي عادي ممكن يتجوز ويعيش هنا ويخلف هنا ويبقى موجود هنا. فانت حليت كم مشاكل سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وماديه لقطاع كبير جدا جدا من الشعب بوجود حياه في مدينه هي اصلا كانت من كام سنه فاتت مش مجرد صحراء كانت حقل الغام تخاف بس تهوب ناحيتها ولا تيجي جنبها. من هنا بقى لغايه يوم 30 احنا كل يوم عندنا فعاليه جديده. في فعاليات فنيه لسه مستمره معانا لغايه نهايه شهر اغسطس. عندنا فعاليات رياضيه النهارده هيبقى في ماتش زي اللي اتعمل من 3 4 ايام ما بين نجوم مصر. هيبقى بتشجع مين يا كابتن؟ لا انا بشجعهم كلهم دول حبايبي ما تزعلهمش مننا لا ده كلهم حبايبي دول. فهنلاقي النهارده عندنا ماتش تاني عندنا احتمال ان شاء الله كبير جدا ان هي يبقى عندنا احتفاليه رياضيه كبرى بيتم التجهيز ليها ان شاء الله يوم 28/29 ان شاء الله اغسطس. هتبقى حاجه كبيره جدا 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 على مستوى الوطن العربي ان شاء الله. وعندنا اكتر من فعاليه من هنا لغايه نهايه فعاليات المهرجان باذن الله. باذن الله الناس اللي موجودين هنا يستمتعوا بيها والناس اللي بتتفرجوا علينا باذن الله برضو تمتعهم ويستمتعوا بيها. انا بشكرك والله جدا وشرفتنا يا كابتن ابراهيم وان شاء الله هنتابع معاكم بقى ونشوف الحاجات الحلوه اللي انتم مجهزاها لنا في مهرجان العالمين الجديده. يا محمود قبل ما تشكر ابراهيم سلم لي عليه وطبعا احنا بنتمنى له كل التوفيق الأجواء. وقول له كمان يا محمود لو سمعني قول له بقى بما انه صباح الخير يا مصر ليه مكان عنده فيعمل حسابه بقى ان احنا هنصحيه كل يوم الصبح. محمد شاذلي بيسلم عليك طبعا وبيقول لك طلبة انت طبعا من يعني المعتزين ببرنامج صباح الخير يا مصر يبقى ان شاء الله تشرفنا في الاستوديو ويكون لك يعني العين دي ده فوق دماغي ده انا اتشرف يا محمد وصباحي صباح الفل ليك وصباح الكل الناس اللي موجوده في الاستوديو حبايبي ودول زمايلنا القدام الواحد بيعتز وبيفتخر ان هو خرج من مسبيرو من التلفزيون المصري فصباح الورد وانا اللي اتشرف ان انا اكون موجود ضيف معاكم يعني شرف لينا طبعا يا كابتن ابراهيم وشكرا جزيلا شرفتنا ميرسي جدا شكرا صباح الفل عليك شكرا يعني شاذلي زي ما تابعنا كده كل التفاصيل الخاصه مع كابتن ابراهيم عبد الجواد المتحدث باسم مهرجان العالمين الجديده والحقيقه التفاصيل كتيره وموجوده في الفعاليات المختلفه ويمكن زي ما كان بيتكلم الحقيقه التطور اللي حصل في مدينه العالمين الجديده يخليها مدينه متكامله على مدار السنه مش بس فتره المهرجان وكل الفئات وكل الاعمار تقدر ان هي تيجي بنوضح تاني انه في
اتوبيسات موجودة طبعا تم تخصيصها من القاهرة والإسكندرية علشان يتم نقل المواطنين اللي حابين ان هم ييجوا يحضروا فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، بالإضافة كمان الى التنوع المختلف اللي موجود. شفنا سباق الهجن امبارح، النهاردة هيكون عندنا فعالية لإحدى فرق الراب في المدينة التراثية وعلى المسرح الروماني، وكمان هيكون عندنا الأسبوع ده بعض البطولات الرياضية زي كرة اليد، وهيكون عندنا حفل مهم جدا يوم الخميس اللي جاي، حفل طبعا كاسة التسعينات والحفلة الجميلة اللي هيكون فيها أصوات جميلة زي حميد الشاعري وهشام عباس وإيهاب توفيق. فالحقيقة عندنا فعاليات كتير هنتابعها معاكم بالتأكيد، ودعوة لكل الناس إن هي تيجي مدينة العالمين الجديدة وتستمتع بأجواء مهرجان العالمين. برجع لك مرة تانية في الاستوديو شاذلي. نشكرك طبعا محمود، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.